سلام، إن الواحد يشحن نفسه الداخلية ويشحن جسمه وأعصابه، هذا شيء أساسي عشان الواحد يقدر يستمر في حياته. أول أسلوب في شحن الجسم هي الصلاة، وإن الواحد يكون عنده الاتصال بربه. الأستاذ أحمد الشقيري عمل تجربة إنه كيف الصلاة بالأجهزة، وكل حاجة قاسها بالأجهزة، إنه كيف الصلاة بتشحن أعصاب الشخص ونفسه ونفسيته وجسمه كمان. فممكن الواحد حتى بالمناجاة مع ربه، بالكلام مع الله، بأنه يقفل عينه كده ويتخيل أنه النور نازل عليه من رب العالمين، من الشاكرة هذه التاجية، وداخل جسمه في أي إحساس هو يبغاه، إحساس الحب مثلا يستمد من رب العالمين. وأنا بقول يحتاج، لأنه الواحد يحتاج رب العالمين، لكن من أي أحد أو من أي شيء هو يبغى. فالاحتياج دائما لرب العالمين، وهو اللي حيوصل الإنسان لمرحلة الاستغناء بالشحن هذا. يبغى احترام، يبغى تقدير من حاجة طيبة هو سواها، هذا كله بيستمد من رب العالمين. إحساس الأمان، أي إحساس الواحد فاقده يتوجه به لرب العالمين ويستمد من رب العالمين، فالله يبنيه. في إن الواحد يشرب قارورة موية أول ما يصحى من النوم، بس مش كلها مرة واحدة طبعاً، ممكن تكون لبعض الناس مؤذية، ممكن كاسة بعد كاسة بعد كاسة. هذه مش بس بتنظف الجسم، برضو يعني الواحد بيحس إنه نفسه ارتاحت. الموية شيء مرة مهم في إن الواحد يشحن نفسه. أنا كنت أعتقد أول إنه الناس هي اللي بتشحني لما بعطي كورسات أو لما بلقي محاضرة مثلاً، ويعني إذا ما كان في تبادل كلام وأسئلة وأجوبة ما أحس نفسي إني أنا انشحنت يعني. بس اكتشفت يعني إنه العلاقة بالله هي الأساس. ما هو اكتشاف يعني، بس الواحد لما يركز في العلاقة هذه يعني شحن أصلي، شحن صمدي. أوكي، قلنا الموية. في طبعاً الرياضة بتعلي هرمون السعادة، بتخلي الدورة الدموية تتحرك، والحركة فيها بركة. يعني الواحد بطريق غير مباشر يحس نفسه أنه صار مشحون بكل هذبذبات إيجابية. مو شرط يروح الجيم، مو شرط يعمل حاجة رياضة جدية، ممكن يمشي برا في الجو الحار ده، ممكن في العصر مثلاً، ممكن يسبح. العرق هذا بيطلع السموم من الجسم. في كمان اللي هو التنفس. التنفس هذا بيغني عن الحبوب. الحبوب جدا مؤذية، بتجيب نزيف في